يقول: ما حكم القيء أثناء الصيام؟ إذا ذرعك القيء أي خرج منك رغما عنك فالصيام صحيح، أما إذا وضعت إصبعك في فمك حتى تعمدت إخراج القيء فهذا الخلاف فيه قوي. فمن العلماء من قال: أيضا لا يفطر، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما دخل ليس مما خرج. ويرى بعض العلماء أن ذلك يفطر لحديث لكنه ضعيف الإسناد: من قاء أو عفوا من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي، لو ثبت لقلنا به، لكن سنده ضعيف. فعلى ما أختاره من أقوال أهل العلم أن القيء لا يفطر. أما الوارد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من كونه قاء فأفطر فلا يدرى هل أفطر لأن القيء يفطر أو لأنه ضعف، فليس هناك خبر صريح ثابت يثبت أن القيء يفطر. ولذلك يتألق قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الفطر مما دخل ليس مما خرج، والله أعلم.